من أهم الموضوعات التي طرحت اليوم موضوع المياه والتنوع البيولوجي. يعد التنوع البيولوجي هو الحل لمواجهة تحديات التنمية المستدامة، فضلا عن كونه الأساس الذي يمكن أن نبني عليه الحياة بشكل أفضل. معنا مشاهدينا للمزيد من إلقاء الضوء، معنا دكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة. دكتور أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا يا فندم، ربنا يخليك. حضرتك رئيس مركز معلومات تغير المناخ، وبالتالي يعني بهذا الوصف يمكن أن نقيم ما جاء في قمة كوب 27 حتى هذه اللحظة. تعريفك وتوصيفك وعنوانك الرئيس لهذه القمة وما خرج منها حتى اللحظة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا للتلفزيون المصري على هذه المسؤولية المجتمعية المهمة لتوطين ثقافة التغيرات المناخية في نفوس الناس، لأن لفترات طويلة للأسف الشديد يعني كان التغير المناخي تم تبسيطه وتسطيحه لمجرد تغير في أنماط الطقس، ولكن طبعا التغيرات المناخية هي قضية أكبر بكثير وأعمق وأخطر من هذا الوصف. اليوم هو استكمال لأيام الأيام الموضوعية غير الرسمية وهي السيماتيك دايز. كان في يوم مهم النهارده هو وما زال الجلسات الآن موجودة وتعمل على قدم وساق ويوجد. نعم دكتور محمد أنت معي؟ أنا مع حضرتك. طيب دكتور محمد، اليوم يعني هو عنوان المياه في قمة المناخ في شرم الشيخ، يعني كنا نلاحظ منذ الانطلاقة أنه كل الأيام تأتي بعنوان بارز وعنوان محدد ويندرج تحتها عدد من الموضوعات المرتبطة بشكل مباشر أو حتى غير مباشر بالعنوان الرئيسي. اليوم هو يوم المياه، في هذا الموضوع وملف المياه، هذا الملف الغاية في الأهمية، ملف شائك، كل الدول بالتأكيد تشارك في هذا الملف وخطورة هذا الملف عليها، وبالتالي كيف ترى الطرح الذي تابعناه منذ قليل ومنذ الصباح في فعاليات قمة كوب 27 في هذا الصدد بالتحديد؟ على هامش يوم المياه اليوم تم إطلاق مبادرة، وهي مبادرة أوير، وهي المبادرة الخاصة بزيادة التكيف ومرونة قطاع المياه في مجابهة التغيرات المناخية. كلنا على علم تام بأن مورد المياه هو المورد الأساسي على سطح الأرض للحياة. نعم. وطبعا مع وجود التغيرات المناخية التي في معظمها للأسف تغيرات سلبية تؤدي في النهاية إلى نقص حاد احيانا في هذا المورد في مناطق كثيره على سطح الارض، يؤدي في النهايه الى مشاكل كبيره في ملفات متعلقه بالمياه مثل ملف الامن الغذائي وملف معيشه الناس عموما. فاليوم تم اطلاق هذه المبادره، ومن وجهه نظري مبادره قويه تتكامل مع مبادره الزراعه التي تم اطلاقها اول امس في يوم الزراعه. الايام الموضوعيه الموجوده يوم الزراعه ويوم المياه هي أيام جديدة على مؤتمر الأطراف، يعني مؤتمرات الأطراف السابقة لم يتم تخصيص أيام لقطاعات مهمة جدا زي قطاع الزراعة أو قطاع المياه، وهما القطاعين الأساسيين يعني الخاصين بملف الأمن الغذائي للدول، والذي أصبح من الملفات المهمة وأصبح جزء أساسي من الأمن القومي المحلي والإقليمي، ملف الأمن الغذائي. فهذه المبادرة مبادرة أوير هي مبادرة تعني بعمل إجراءات التكيف للمورد الأساسي على سطح الأرض وهو المياه، لدعم هذا المورد ضد الندرة ضد الجفاف. وطبعا كلنا شايفين أن في موجات من الجفاف أحيانا بتضرب أماكن كثيرة في بعض الدول، لدرجة أن احنا بدأنا نسمع كلمة مجاعة مرة أخرى بعد ما انتهت هذه الكلمة من سنوات طويلة، بدأنا نسمعها في أماكن في أفريقيا وأماكن أخرى بسبب ما يحدث من تداعيات تغير المناخ في جفاف مناطق كثيرة. ولذلك هذه المبادرة هي مبادرة مصرية ولكن تم إطلاقها للعالم أجمع. هذه المبادرة تضم
تحتها مجموعة كبيرة من المشروعات الخاصة بالمياه، وتضم تحتها مجموعة كبيرة خاصة بالأنشطة ومجموعة أخرى خاصة بالاتفاقيات ما بين الدول بعضها وبعض، ما بين الدول وبين المنظمات الدولية المعنية بالتمويل والمعنية بإدارة هذا المول. طيب، ذكرت يعني تفصيلة مهمة فيما يتعلق بالمبادرات التي خرجت حتى الآن من قمة المناخ بشرم الشيخ، يعني أبرز هذه المبادرات وآليات تنفيذ هذه المبادرات أيضا دكتور محمد، تفضل. طبعا أبرز هذه المبادرات بالتحديد هو المبادرات الخاصة بالهيدروجين الأخضر، وهو المصدر الجديد من الطاقة الذي لا يوجد له انبعاثات، ودي جزء مهم جدا. العالم يريد ان يخفض من الانبعاثات لكي تصل درجه حراره الكره الارضيه الى مستويات معقوله حتى لا يحدث ما نراه الان بسبب تغير المناخ. فهذه مبادره تم اطلاقها في الايام الاولى من المؤتمر، وبناء على هذه المبادره تم توقيع شراكات مهمه جدا لمصر بالتحديد ولبعض الدول الافريقيه في انتاج الهيدروجين الاخضر في مصر على سبيل المثال في المنطقه الاقتصاديه قناه السويس في المنطقه الصناعيه للعين السخنه، وستكون منطقه الشرق الاوسط وبالتحديد مصر هو المصدر الرئيسي لانتاج هذا النوع من الطاقه. يعني هذا النوع من الطاقه الان يسعى العالم له تماما لكي يكون بديل عن الطاقه التقليديه او الاحفوريه والتي نتج عنها وما زال ينتج عنها كميات ضخمه من غازات الاحتباس الحراري التي تضخ وتتراكم في الغلاف الجوي وهي التي تؤدي الى ظاهره الاحتباس الحراري. يوجد مبادرات ايضا خاصه بمبادره الزراعه وهي مبادره التكيف ومبادره التحول المستدام لنظم الزراعه والاغذيه، بمعنى ان يكون انتاج الغذاء في قطاع الزراعه متاقلم ومتكيف مع المناخ. خلينا ندي مثال بسيط عشان الناس يقدروا يستوعبوا الكلام ده. اتفضل دكتور. انا على سبيل المثال في مصر معظم المناطق الموجوده في اراضي الوادي والدلتا تروى بالغمر. فهذا النوع من الري بالغمر لا يتناسب لا مع التغيرات المناخيه التي تؤثر على الانتاجيه ولا مع التغيرات المناخيه التي تؤثر على المياه. ولا بد من توشيد استخدامات المياه. فمن هنا ياتي دور تحديث وتطوير منظومه الري واعاده تاهيل البنيه التحتيه الزراعيه في مصر وفي غير مصر، بحيث يكون التحول هنا تحول مستدام، يعني انتج الغذاء باقل كميه ماء ممكنه وفي نفس الوقت اعظم انتاجيه الغذاء. مصر محتاجه هذا المشروع، هذا المشروع مكلف يصل تكلفته لاكثر من 100 مليار جنيه ما اقدرش اخصصهم من الموازنه العامه للدوله لانها متخمه باعباء كبيره في هذا البلد. يجي هنا بقى دور المبادرات والتمويل المناخي العادل، ان الدول التي تربحت على مدار عشرات السنين من ضخها مليارات الاطنان يجب ان تعوض الدول التي تتاثر فقط ولا تؤثر في هذه الظاهره، وده موضوع وده الكور او القلب بتاع المبادرات التي يتم اطلاق. الناس فاهمه او الناس احيانا مش قادره تستوعب ان انا اطلق مبادره معناها ان انا في مؤتمر علمي ولا بنشر ورقه علميه، لا ده مبادره سيكون كل دوله تنضم لهذه المبادره سيكون عليها مسؤوليات وواجبات تجاه الدول الاخرى المنضمه لهذه المبادره، فهذه المبادرات هي المظله اللي هيكون تحتها تنفيذ المشروعات والبرامج اللي احنا بنتكلم عنها. عظيم. دكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أشكرك جزيل الشكر.